السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، فيديو جديد. كنتمنى تكون درجة الحرارة اللي دازت مأثراتش عليكم، مأثراتش على القضاء ديالكم. كنتمنى الكل يكون في صحة جيدة وعافية. كيف ما كتشوفوا هادي هي أنت ديال البرامج اللي كانت مريضة، الحمد لله راه استرجعت العافية ديالها. وكيف ما كتشوفوا راه الشهية ديالها مفتوحة للطعام، والحمد لله هادشي كان كامل تقريبا بعد ما قدمنا لها كولوكس لمدة 3 أيام، وأيضا حبست معظم الضيوك حيت من المستحسن يكون عدد الضيوك قليل في القطيع. أنا تقريبا عندي عدد الضيوك كيوازي تقريبا عدد الإناث الجاهزة، لهذا راه حبست معظمهم، خليت تقريبا 2 ذكور اللي في القطيع صافي، حيت أصلا في الفترة ما غنحتاجش بيض مخصب، يعني ما كيدلاش يكون عدد كبير ديال الضيوك. كيف ما كتشوفوا هادو هما ذكور، حبست النصف هنا والنصف الاخر في مكان اخر. هنا كاين ذكور الفيومي وواحد الذكر ديال لي جورن. كيف ما قلت لكم هنا كاين الفيومي والذكر اللي قدام هو ديال لي جورن، وداك اللي راه هو الفحل ديال القطع ديال الفيومي اللي غندير ان شاء الله. واحد الاخر خدا واحد الذكر داه يسخر ليه فيه، وهنا كاينين واحد جوج اناث طلقتهم غارقين، طلقتهم مع الذكور باش ما يفزدوش ليا البيض، حيت فيما كيبان لهم البيض كيمشيو ريحوا عليه. هادشي علاش طلقتهم معاهم بلا ما حيد منهم القرق وعاوتاني نرجعهم للقطع. وهنا تقريبا نخلي واحد الفحل ولا جوج وما تبقى غادي نبيعهم ان شاء الله. وهنا واحد طائر السمان شديته، وعلى ما بالي انه مولف سلاكه، يعني راه ديال شي واحد. وكاين واحد الجار ديالنا هنا عنده سمان، غنتصل به ونسولو واش ديالو. ديك الساعه الا كان ديالو راه نعطي ليه، ما كانش ديالو غنشوفو ديك الساعه شنو نديرو به. كانت عندي واحد التجربه طويله مع طائر السمان، قمت بالتفقيس ديالو بالتربيه ديالو حتى لمرحله الانتاج، وكانت تجربه زوينه صراحه. هو كيبغي انك تقدم ليه اعلاف مركبه الا بغيتي غزاره في البيض. واخيرا وانت ديك الرومي بدات كتبيض، غالبا تكون بدات كتبيض مدة هذه، ولكن ما كنتش كررت البال لهاد البلاصه حيت مدة هذه ما راقبتهاش. غالبا يكون داك الطائر اللي حكيت لكم عليه كيجي كياكل البيض ديالها، ولكن دابا غنضرط البال باش ما يبقاش ياكل البيض. على الاقل نستافد منه، وخاصة صراحه ما غاديش نقرقو، نستافد منه كبيض للاستهلاك فقط. وهنا قطيع الديك الرومي، عزيز عليه المرعى هو بزاف. كما كتشوفوا دا راه كياكل في هاد الاوراق ديال الاشجار، كلاوهم تقريبا كاملين. نتوما نعطيكم واحد النظره عن قرب الشجره كيردوها، كاع الاوراق اللي في المتناول ديالهم كلاوها تقريبا، راه عراوهم كاملين من التحت. وهاد البعويده راه هي الثمار ديالها، كلاو تقريبا كاع الثمار اللي كانوا فيها. قمت بمنعهم باش ما يبقوش يحفروا في جذور الاشجار ويقوموا بالحمامات الرمليه ديالهم كما شفتوا معايا في ديك الطريقه اللي قمنا بها، ولكن دابا ولاو كياكلوا الاوراق ديال الاشجار. اذا خصنا نشوفوا شي طريقه اخرى باش نحميو الشجره منهم، وان شاء الله دابا نبارطاجي معكم شي طريقه اللي تخليك تحمي الشجره ديالك من الافتراس من طرف الدواجن. هاد الكتكوت لقيت العين ديالو على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا، فالحمد لله اكتشفناها. غنحاول دابا نعالجو. كيف ديما كنقول لكم، حاولوا اي مرض اي عله من المستحسن انك تكتشفها بكري، حيت ملي كتكتشفها بكري كتقدر انك تعالجها وتقضي على المرض في اقرب وقت. كما تشوفوا هي العين ديالو كاع تدات، فغنحاولوا دابا نعالجوها ونبارطاجي معكم هادشي ان شاء الله كامل فيديو الجاي. كيف ما كتشوفوا هذه الانثى ديال البرامه، شوفوا العين ديالها بدات فيها الدمعه، فحتى هي ان شاء الله غنحاولوا نطريطيوها ونبارطاجيو معكم النتيجه. وهنا دجاج غينيا او دجاج الحبشي او الحبش، كل واحد والسميه اللي كيعطيه. فبقاو عير هاد الخمسه هما اللي بقاو، واحد ما لقيتوش، غالبا غيكون يا ضربو السيف يا الحديه. والمهم الله يجعلنا الخير والبركه عير في هاد الخمسه.
وهنا واحد الدجاجة، هاد الدجاجة دار الأيتام كنسميها. هاد الدجاجة فين ما كيبان لها شي كتكوت كتبناه، كيقول الابن ديالها تقريبا عندها شي 30 كتكوت لي جامعة دابا، مازال عندها أغلبية كلهم اللون ديالهم أبيض. كانوا عندها 7 ديال الكتاكيت، دابا راه تقريبا عندها في حدود 30 كتكوت لي جامعة. دابا نصورها لكم إن شاء الله بالليل. ودجاج غينيا راه اعتاد على القون ديال الدجاج البلدي، ولا كيجي بالليل كيبات فيه، وهادشي اللي كنت باغي من الاول. كنحاول انني ما نبرسطوش وما نخلعوش، وبالخصوص حتى في الليل واخا كنبغي شي حاجه ما كندخلش للقون ديال الدجاج البلدي باش نخليه مرتاح. وهادشي كامل باش يعتاد على القن، باش يبقى يبيت فيه، ما يبيتش على برا ولا يبيت فوق الاشجار. بغيت ديما يبقى حدا القطع حيت هو جهاز انذار مبكر للاخطار، وايضا راه معروف كيستعملوه في الحراسه، فهو احسن من الكلب في الحراسه. فكنت كنلاحظ ديما كيفاش كيحضر القطيع من الكواصر، من الطيور الجارحه، وايضا الا بان ليه شي تعبان ولا شي حاجه كيصدر اصوات، ولا بان ليه حتى شي واحد غريب راه كيصدر واحد الاصوات اللي كتخليك تنتبه، وكتخلي ايضا القطيع ينتبه ليها. فهادشي علاش حبيت انني يكون قريب من القطيع. وايضا راه فيه فوائد عديده، البيض ديالو راه القيمه الغذائيه ديالو كبيره، وايضا مده التخزين ديالو راه كبيره، اللحم ديالو راه رائع، والقيمه الغذائيه ديالو اكثر. فلهذا اي واحد كنصحو انه يربي دجاج غينيا في القطيع ديالو، خصوصا الا كان عندك المرعى وداكشي، حيت هو ما كيبغيش يكون محبوس، كيبغي يخرج يرعى وداكشي. وهنا اصدقائي الاعزاء كيف ما كتشوفوا راه كنفزك الارض باش يقوم الدجاج بالحمامات الرمليه، كنفزك مناطق مختلفه باش كل واحد يستافد من الحمام الرملي ديالو. يعني ما كيبليش بلاصه اللي فيها الرمله كنفزكها، وما كيجيو راسهم كيقوموا بالحمامات الرمليه كيف ما كتشوفوا. مزيانه القضيه، اولا كتبردهم، وثانيا كتخلصهم من دوك الحشرات والطفيليات اللي كيلتصقوا بهم. ونعاودو نذكروا ايضا راه سبقت قلتها في فيديوهات اللي سبقوا، قدموا لهم عاوتاني فيتامين سي يا على شكل مواد طبيعيه مثل الحامض والى اخره، وايضا على شكل دواء بيطري. راه كاين عند البيطري تقول له فيتامين سي غيعطي لك، وايضا كاين اقراص، وكنفضل الاقراص بشريه. قرص واحد في 10 اطر راه مخير، راه كيبرد عليهم في هاد الحراره، خصوصا ملي كتكون شي موجه ديال الحراره اللي قاصحه بحال هادي اللي دازت، فمن المحسن انك دير هاد القضيه. ايضا ما تبرزطهمش، ما تخليهمش يتحركوا بزاف، يعني ما تمشيش الجهه اللي مريحين فيها تبدا تحرك فيهم، اللي يكونوا دراري صغار اللي كيحركوهم، يعني خليهم مرتاحين باش ما يخسروش الانرجي ديالهم. هما عليهم الصاد عاد يبدا يتحرك بزاف راه واعر عليهم. لاحظتوا راه المرعى ما كيرعاوش، يعني كيبقاو غير مريحين في شي بلاصه اللي مظلله. لهذا حاول اي حاجه اللي غتبرزطهم تحيدها وتخليهم مرتاحين. وهنا ذكر الديك الرومي كيحاول يخص بهاد الانثى راه مده هادي هو تابعها. غالبا هادي الانثى لا تكون بدات كتبيض، حيت كاين 4 ديال الاناث، انثى حضنا على دجاج غينيا وانثى عند الابناء ديالها، وبقاو جوج اناث، هادي وحده اخرى. وبما ان الذكر تابع الانثى اذا هادي هي اللي بدات كتبيض، فنطلبوا من الله التيسير ويسخر لنا فيهم. اصدقائي الاعزاء الفيديو ديالنا هنا سالا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكيف العاده لن نقول وداعا ولكن نقول الى اللقاء اذا بقي في العمر بقاء.